كان الريش يستعمل بفرنسا في بلاط لويس الرابع عشر، وكذلك أخذ رواج كبير ببريطانيا وأمريكا بالعصور القديمة. ومن الجدير ذكره أنه بتم الحصول على الريش من خلال عملية تساقطه من معظم الطيور لإفساح المجال أمام ريش جديد، وبذلك بيستخدمه بصناعة الموضة وملء الوسائد وغيرها من الاستعمالات. تناثر الريش على منصات العروض لربيع وصيف 2019، فتجلى من خلال الفساتين والمعاطف والكابات عن مارك جايكوبز لا يطفي نفحة أثرية. كذلك رأيناه على منصات أوسكار دي لا رنتا وفالنتينو وروشا من خلال تصاميم متعددة مثل الأحذية والقبعات والقمصان وغيرها. وما تنسى تحافظي على قطعك المصممة من الريش من خلال إبعادها عن الغبار والضوء وضمن درجة حرارة معينة. فهل أنت من محبات تصاميم الريش؟